هعمل سلطه جميله النهارده. استاذن مخرجنا الجميل مقادير سلطه الورق العنب بالطماطم ودبس الرمان على الشاشه، بسيطه وسهله، كل ده بنشتغل مع بعض عشان المنيو يطلع مره واحده. كبد الفراخ بتستوي، انا منتظر ان الكبده تتحمر، بعدين بشيلها على جنب، ومكان تحمير الكبده بعمل الرز بتاعنا الجميل الحلو اللي هو هيشارك في طبق الأوزي. فطبعا انتهز الوقت وادخل في موضوع التاني اللي هي سلطه الورق العنب. المقادير على الشاشه، معانا ورق عنب، معانا طماطم، معانا زيت زيتون، معانا البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، وما ننساش اساسي طبعا شويه بهار حلو. ايه هو البهار الحلو ده يا عم الشيف؟ ده اساس التبوله او اساس الورق العنب، في عشق بين البهار الحلو والتبوله اللي هي الكوبيبه الصيني عند العطار المسمى العلمي بتاعها. حلو الكلام، حلو الكلام. هنخلي العجينه دي كده هنا، وناخد الورق العنب الحلو ده كده. ده مستوي يا غالي، بنجيبه طازه من عند الراجل بتاع الخضار، ونحطه في ميه مغليه فيها عصير ليمون، فيها سلايز من الليمون كمان، وما ننساش نحط حط شويه ملح، ونسلق الورق العنب. بعد ما سلقنا الورق العنب بنقدر ان احنا نستخدمه زي ما احنا عايزين، نعمله بقى محشي ورق عنب بالزيت، نعمله وحش ورق عنب بالعكاوي، بالكوارع، زي ما احنا عايزين. انا همسك الورق العنب كده افرمه بالسكينه بالشكل ده كده. الله، انا بسهل عليكي وقت كبير. هتخش المطبخ تعملي حله ورق عنب، في الاخر هناكل ورق عنب ورز. احنا نفس الموضوع في طبق السلطه اللي انا بعمله دلوقتي اهو، ورق العنب معاه طماطم معاه خلطه التبوله، شايفه كده؟ اه الله، اه ده المطبخ المختلف. مش لازم بقى اجيب خمس ست فرخات وديك رومي وبطايه اي نعم الجو ده مطلوب. ورق العنب بالشكل ده كده، ولازم السكينه بتاعتك تكون حاميه يا امي، وقبضتك للسكينه بنفس الطريقه يا امي، عشان يا امي ايدك ما تتعبش مع وقت كبير في المطبخ يا ست الكل. اه ورق العنب اتقطع، بناخده زي ما هو كده. اه خلصت السلطه يا عم الشيف. نبدا نفك الورق العنب ده كده عشان هيتبل دلوقتي. تكليب المعلقه بقى تكليب الشوكه زي الاسباجيت كده، لطيف وجميل. بس اهم حاجه يستوي. يستوي في ايه يا عم الشيف؟ في محلول ملحي حامضي، يعني ميه عليها ملح وليمون. عينيه، الله عليك، ده الكبده ريحتها مفحفحه. اه ورق العنب بطبيعته بيحب الزيت، عشان كده في محشي ورق عنب اسمه محشي ورق عنب بالزيت. مش معناته بالزيت يعني جواه زيت، لا، ورق العنب ده بيبقى غرقان في زيت الزيتون، خلي بالك. ولما تحب تحفظي ورق عنب مسلوق وتشيليه في التلاجة او في الديب فريزر او تخزنيه، لازم ياخد شويه زيت زيتون، دي طبيعته عشان الورقه تلمع معاكي. احنا بنحط شويه زيت زيتون هنا كده. نعم يا حبيب قلبي، تدفع كام؟ حاضر، عايز اشوف الرز بالكبد. ننزل بالطماطم. السلطه دي عشان تاكليها وتستطعميها لازم تحطها في التلاجه مش اقل من ساعتين. ده بقدونس مفروم، دبس الرمان يا عم الشيف، يا ويلي، بصلايه ناعمه، شويه الملح الحلوين، البهار الحلو الناعم، وخلص الكلام. فاضل عصير الليمون عندنا، وتبقى احلى سلطه من ورق العنب. بس خلاص، وعملتي سلطه ورق عنب. جوزك عايز ياكل ورق عنب، قلت له انا فتحت القناه الاولى، شفت الشيف المغازي عامل ورق عنب بطريقه جديده، مش لازم اقعد الف طول النهار واضيع وقتي. ادي ورق عنب يا حبيب قلبي، عليه الطماطم وعليه زيت الزيتون وعليه دبس الرمان وعليه شويه حب وشغف. اه نقلب ونخليهم على جنب. السلطه دي عشان تاكليها ويبقى طعمها حلو وتدعي لي، حطها في الثلاجه ونسيها ساعتين ثلاثه اربعه. ايه اللي هيحصل هنا؟ هتتجمد؟ لا، هيحصل مزاج ومزيج وانسجام ما بين زيت الزيتون والطماطم والتتبيله الحلوه
في قلب التلاجه، ورق العنب يشرب من كل ده، والطماطم تاكلي معلقتين ثلاثه وتشيلها في التلاجه وقت ما يهفك المزاج تغرفي منها وتاكلي. حلو، تخليها على جنب. حابه تحط شويه كنوه مسلوقه عارفينها طبعا، حابه تحط شويه برغل مغسولين زي ما انت حابه. عنوان مطبخك، عنوان شياكتك، عنوان اهتمامك بالسفره، عنوان حبك لضيوفك وشغفك لضيوفك. تتكلم جد يا شيف؟ يعني ممكن اكون جايبه خروف او جايبه ديك رومي ثمنه الشيء الفلاني واشوفها على السوق؟ لا طبعا، مش بالثمن ولا بالسعر ولا بالفاتوره. خلي بالك زي ما اقول لك، مش مشكله في السن، السن ده في التورتايه، السن فين؟ في القلب، في العمل، في النشاط. المشكله كلها في تقديمك للطبق، البوزيشن او البرزنتيشن او الشكل او الصوره الحلوه اللي انت بتقدمي بيها الطبق، البرزنتيشن يعني. ازاي يجي منين؟ انا عملت السلطه عاديه زي الفل اهيت، معايا خاصيه كابوتشايه بحطها كده، هتلاقي الطبق ده اتحول للوحه فنيه بالشكل ده كده. واخد ورق العنب اللي انا حطيته في التلاجه ساعه زمن، شفت الورق كده، وخليه متطاير كده، هياخد شكل حلو دلوقتي. وعندك يا سلام لو لقيت خس بلدي بقى، ما اقولكيش. شفت الجو ده كده؟ بتروحي بعض المطاعم بتلاقيه جايب لك سلطه الفتوش شكلها حلو ولطيف وكل حاجه، تضربي الشوكه في قلب الطبق تلاقي تحت منه خس. اعملي زيه، بس الخس ده يكون نضيف جاهز للاكل. خلي بالك انا ضد ورق النعناع اللي اتحط جرنش على طبق السلطه من غير غسيل، انا ضد عود البقدونس او البقدونس اللي اتفرم تحت 2 كيلو كباب ب 1000 جنيه من غير غسيل. خلي بالك الحاجات دي مطلوبه، بقدونس اي حاجه بنعناع بيتحط في الطبق لازم يتغسل. وارد ان في اطفال على السفره والاطفال عندهم حب يعني الاستطلاع والحب التطلع ان هم ياخدوا الحاجه دي على بقهم، انت ممكن تكون عارفه ان الحاجه دي مش نظيفه وتكبري راسك، لا، الطفل في الحاله دي بيمد ايده على اي حاجه في الطبق. هناخد ورق النعناع ده كده، او النعناع ورق العنب في قلب الطبق كده. الله، دي تبوله ولا يا شيف؟ سميها هرم غذائي. وجود زيت الزيتون مع ورق العنب بالمعادن بالمغنيسيوم بالحديد اللي فيه بالبقدونس الناعم بالطماطم بالشغف والحب اللي فيه، ايه الحلاوه دي يا عم شيف؟ ايه الجمال ده؟ انت بقى عايزه تجودي وتعملي احسن مني، هاتي شويه كينوه كده اسليهم وحطهم على الوش، شويه برغل ينقعهم في شويه ميه بتوع التبوله وحطهم على الوش، نحط البهريز ده كده على الوش. يلا خلاص، ايه رايك في طبق السلطه ده يا شفيق؟ كلفنا 3 تعريفه. ورق عنب كان موجود عندي في التلاجه، كنت عامله حله ورق العنب الاسبوع اللي فات وعندي بواقي ورق العنب في التلاجه، ارميها؟ لا. تبذير؟ لا. اشحتها؟ لا. تعملها طبق تاني؟ خلي بالك. حلو قوي، تسلم ايدك يا عم الشيف. تعالوا نشوف اللي بعده. الشيف المغازي عمل سفره عالميه طهويه بشكل تاني وطعم تاني. عملنا الاوزي بكبد الفراخ، عملنا سلطه الورق العنب لوحه فنيه تتصوري معاها سيلفي، عملنا كيكه كلها حب وعملناها على شكل قلب بنهديه لكل الساده المشاهدين اللي بيتابعوا التلفزيون المصري القناه الاولى والفضائيه المصريه في انحاء العالم. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماسبيرو. We'll be right back.